معانا ايضا الاستاذه مريان زوجه الشهيد امير. استاذه مريان برحب بحضرتك معانا. أهلا استاذه بيك، مريان اهلا بيكي، ربنا يعزيك يا رب. طب يخليك. انتوا من فين والشهيد امير اسمه الشهيد امير ايه، وكان من الاتوبيس ولا من العربيه النص الربع نقل؟ لا، هو كان من العربية اللي ربنك، اسمه أمير يوسف الحاج. امير يوسف اسحاق من ابو قرقاص، اهلا بيكو. امير كان عنده قد نعم، ايه؟ اهلا بيكو. امير كان عنده قد ايه؟ أمير كان عنده 46 سنة. عندكوا ايه ولاد يا مريان؟ عندي ولد وبنتين، ربنا اعمارهم ايه؟ دوريس الكبير عنده 19 سنة، أولى كلية هندسة، ربنا يخليهولك. وعندي سارة راحة تانية ثانوي، بونس وجيسيكا راحة تالتة ابتدائي. وجيسيكا تالتة ابتدائي، ربنا يخليهم لك يا رب وتفرحي بيهم ويعوضوا، ربنا يعوضك فيهم كل خير عن فقدان الشهيد أمير. طيب الشهيد أمير كان طالع مع عم عاطف، المعلم عاطف. كان احكي لنا احكي لنا، كان ايه اللي مخليه رايح الدير في اليوم ده؟ هو انا بجد ما اعرفش هو كان رايح ليه الدير. هو انا اعرف ان هو اوقات كتيره بيطلع الدير لخدمه، اي لما ابهاتنا الكهنه يرنوا عليه ويقولوا عايزين خدمه للدير وكده، لما كان يصلحه او اي مواتير عايز يجيبوها، فكان بيطلع تبرع منه للدير، ما كانش بيروح يعني كزياره او كده. لا، هو ايوه كان بيروح لهدف معين، ان هو حابب ان هو يخدم في الدير. اي اب كاهن محتاج حاجه في اي دير، مش دير الانبا صميل بس، كان بيروح يعمل كده. اي كنيسه محتاجه حاجه كان بيعمل معاها كده. ايوه هو اليوم ده انا كل اللي اعرفه ان هو بالصبح بيقول انا رايح الدير، بس انا ما اعرفش كان رايح انهي دير. بس فبرن عليه الساعه 9 عشان اعرف هو فين دير، ما يدي جرس ما كانش بيرد. كانوا دخلوا في المنطقة اللي هي ما فيها الشبكة قبل بعد الحادث، كده مع الحادث حصل 19 تسعة. ما اعرفش، هو الساعه 9 بالظبط انا برن عليه عشان اشوفه اكيد وصلوا الدير وكده. ففضل يدي جرس جرس ما حدش رد. على الساعه 11 بالظبط برن، جيته غير متاح، قلت طيب هم لسه في الدير ما طلعوش. ارن تاني لغايه 12 ونص وانا برن عليه، يجي برضه غير متاح. ايوه لغاية الساعة 1:30 بالظبط لما ابتدت أختي ترن عليا، وابتدت الدنيا تنتشر وأنا مش عارفة حاجة، ما كنتش فاتحة تلفزيون ولا أعرف إن في أحداث ولا الدنيا دي. فضلنا لغاية الساعة 3:30 وإحنا بنحاول نتأكد هل يا ترى هو كان في وسط اللي حصل لهم كده. فالكل اي بيقول لا ده أتوبيس، إيه جاب العربية في الأتوبيس. بس لغاية ما الساعة 3:30 كنا متأكدين من الخبر يعني وكده. تأكدت وبقى عرفت ان هو كان العربية كمان، الارهاب المعتدين اعتدوا على الاتوبيس والعربية. تمام. طيب انتوا الجنازة كانت اتعملت في المنيا ونيافة الانبا مكاريوس اللي كان صلى او في ابو قرقاس، والدفنوا هناك عندكم اللي هم الثلاث شهداء مش كده؟ كل واحد دخن في المكان بتاعه. طب كان في بعض الاسر وبعض الناس بتقول ليه ما يدفنوش مع بعض، انتوا عندكم مانع تحبوا كده ان هم يروحوا دير الانبا صمويل ولا مش كلكم حابين كده؟ معلش حضرتك بتقول سؤال تاني. معلش، بقول لحضرتك انه كان الكل بيقول، كل الناس يعني كانت بتتمنى، وبعض اسر حتى شهداء الجرنوس كانوا بيقولوا عايزينهم يدفنوا مع بعض كلهم في دير الانبا صمويل. انتوا برضو في ابو قرقاص عندكم الرغبه دي يا ترى؟ لا ما انا عندكوش كنت حابه الرغبة دي ان جوزي يكون وصينا. جنبيكوا في المدافن بتاعتكم يعني. هنا الثلاثة الشهداء بالنسبة لأبو قرقاص كل واحد منهم كان في المدافن التابعة للأسرة، الثلاثة مش في مدفن مع بعضهم هما الثلاثة، لا. لا، كل واحد راح مكانه. تمام. طيب رب يعني بولس اخباره ايه؟ انا كنت شايفاه طبعا في التسجيل ان هو كان يعني مش قادر يتكلم، وكان بيحاول يحكي عن انه الشهيد امير كان زي اللي حاسس، وكان بيحكي كتير في الفترة الاخيرة عن الموت وانه والده توفى وكان نفس سن بولس هو الشهيد امير. فبولس طمنينا عليه، اتفضلي. هو ابنه اسمه كرولس مش بولس، اسمه كورولوس كرولس. انا اسفة.
معلش بصي، عايزه اقول لك ان انا ما عنديش كلام ان انا اقوله، ايوه لان هو الامر صعب جدا، انا عارف، انا عارف ووجود الاب شيء مهم في البيت، طبعا. بس هو ربنا يعني يعني ايوه الفترة الأخيرة كنا بنتكلم عادي، كنا لما بنقعد على الأكل كنا إحنا اللي بنفتح معاه الحديث، مش هو اللي يفتح معانا الحديث، يعني يعني يروح لما ابتدى الحديث يسأل على ناحية الأخر. ناحية الموت يعني وذكر الموت. اه بس إحنا اللي كنا بنفتح الشيء ده، يعني إحنا وإحنا قاعدين نتغدى فابتدت الكلام يجيب، كل اللي بيسأله باباك كان شكله إيه عشان أنا ما شفتوش، طب مامتك كان شكلها إيه، ابتدى يحكي عنه وابتدى يقول لك أنا والدي توفى وانا عندي 18 سنة في نفس السن بتاعك، بس انا كنت بعتمد على نفسي وكنت اعرف اجيب ازاي اصرف على نفسي والدنيا دي، ايوه فابتدى يقول له انا حابب ان انت تعتمد على نفسك وحابب ان انت تشوف مستقبلك وتعتمد على شغلك انت، ما تعتمدش على ان حد يديلك من بره، بس هو كنا بنتكلم كلام عادي يعني، بس ما كناش نعرف يعني، انا لغايه الوقت مش قادره استوعب الموقف ومش قادره اتخيل كم البشاعه اللي عملوها، وطول الوقت بسال ربنا وبعتب ربنا، طب ليه يعني، ليه ايوه نفضل في الظلم ده كله، مش عارفه. معلش. بصي، هو ربنا زي ما انت عارفه هما في مكان اجمل بكتير من الارض، ويمكن انت سمعتي الكلام ده من الاب كاهن لما كان معاكم من قدس ابونا ومن ناس كتير، وهو ده وقته، هو ربنا عايزه في حضنه دلوقتي، وهيعزيكم وهيسندكم ببركه وجوده في يعني في السماء. فانا عارفه انه صعب وانكم مفتقدين بصي انا عمود عايزه اقول الاسره. لحضرتك على حاجه، اتفضلي. سواء هو استشهد سواء مات موت عاديه، انا شيء متاكده منه ان جوزي هيكون في السماء، ده الشيء اللي انا متاكده منه، ومش عشان هو استشهد بيجي في السماء، لا انا عارفه هو كان ايه، هو الشخصيه دي وعارفه هي هتكون مكانها فين، بس هو انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، يعني ولاده دول مش كانوا محتاجين له، انا نفسي مش كنت محتاجه له، طبعا اللي عملوا كده اللي بيطرح نفسه ليه يعمل كده، طب كل مره بيعمله بنسامح، ما ينفعش ما ينفعش ان احنا طول الوقت معرضين ان احنا في خطر، معرضين ان ولادنا لما تطلع ما ترجعش، ذنب ايه وذنب ولاده ما يلاقوش باباهم في لحظه يكون وسطيهم، ليه؟ هو ده الإرهاب اللي بيخطف الأب من الأسرة واللي بيتم الأولاد، هو ده الإرهاب يعني. مريان، أستاذة مريان، يعني ايوه انا مع أنا حضرتك، عارف هو ده الإرهاب والمطلوب زي ما سمعت. يمكن كلمة قداسة البابا كانت قوية برضو، إنه القيادات فين والدولة فين، وإنه لأ في حاجات كان المفروض تتعمل وما اتعملتش. وحتى من بعض النواب المسيحيين في مجلس الشعب للأسف، انه يعني كان مفروض انه يكونوا ده اللي نقوله، ان احنا عندك تهديد على الكنائس الواضح كده وصريح للكنائس والأديرة، يبقى كان ابسط حاجة انك كنت تأمن. ولكن في النهاية بنرجع نقول انه انت عارفة ومؤمنة انه ده فعلا ده وقته، كل شيء يعني كل واحد مننا عارف انه ليه وقت المولد ووقت الموت، وربنا محدد كده وكل واحد ليه وقته. اللي هنصلي علشانك ربنا يعني، وعشان كرولس وسارة وجيسيكا ربنا يكون معاهم ويعوضكم كل خير ويديكوا السلام والعزاء من عنده، ويديكوا الاحتمال على التجربة الصعبة دي. مريان انا عارفة تجربة صعبة طبعا طبعا يعني. أكيد يعني أنا مش عارفة أقول لك إيه، أنا ما يعني طول الوقت بسأل ربنا، طول الوقت مش حقك مستوعبة اللي حصل، طول الوقت مش حاسة إن أنا كابوس حلم، طبعا. بعد كده هخاف على ابني وعلى بنتي، طب وبعد كده مش عارفة. معلش، كل دلوقتي كل المسيحيين في مصر زي ما انت عارفة كل الدنيا يعني فيها اهو الارهاب، بس ربنا بقى هو اللي يحمي، ربنا هو اللي قادر انه يحمي، وربنا هو اللي قادر ان هو يعزيكي. وانت من حقك ان انت تتكلمي برضو مع ربنا وتقولي له ليه يا رب، وهو هيرد عليكي يعني، ده برضو من الحق يعني. احنا زي ما بنقول انه ربنا عايزنا نتكلم معاه وهيفهمنا، حتى لو ما فهمناش دلوقتي هتفهمه، هنفهم بعدين. ربنا يكون معاكي يا رب، ولو محتاجين اي حاجة هنبقى على تواصل معاكم، وربنا يقويكم وتفرحي بالولاد يا رب. شكرا خالص على حضرتك، اشكرك اشكرك مدام مريان، وربنا يا رب يقويك وانتي والولاد. يعني ليكي حق، ليكي حق طبعا تقولي الكلام ده.